صحباتي، اش اخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت غنشارك معكم بعض المنتجات اللي خديتها من شي ان، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ويلا بينا ما نطولوش بزاف. اول حاجه نحل الباك، لا بغيت تحل ضيق كانه معكس. هذا هو، غنبداو اول حاجه هما هاد لي زاكسيسوار زوينين صراحه. خلينا نحلهم نشوفو هما بعضياتنا. هادو صراحه خديتهم المناسبه، قلت نشوف صراحه زوينين فيهم هاد الكولي كما كتشوفوا. كنسحب لي غير واحده، قال لي اكثر من واحد صراحه. نجربهم ما يرضى الله. ها هما كيفاش يبانوا. وهذا هو الحلق ديالهم، في الحلقات ديالهم كيفاش دايرين تبارك الله زوين. ثاني حاجه معانا نتسناو. هادو احب حاجه على قلبي واللي صراحه كنت كنتسناهم من شحال هادي. زعما كنقول غناخذهم لاني شفت عليهم تعليقات بزاف في السوشيال ميديا كيقولوا انهم زوينين زوينين زوينين، فقلت ضروري انني نجربهم. كنظن فيهم 21 قطعه تقيله على ما كنفكر. هذا هما الناس اللي كيبغيو لي بانسو ديال الميك اب. ما هذا صراحه ناعمين ما تيطيحش الشعر. هذا اهم حاجه، انه خاص الحاجه اللي تخدمي بها المكياج تكون ما كتطلقش الشعر، ما تتشدلك حتى حاجه. هذا هما شحال واحد تقريبا فيها كل شيء، يعني ما غتحتاجي حتى حاجه تاخدي هذه المجموعه، ما غتحتاجي حتى حاجه في داكشي ديال المكياج، يعني في الفراشات ديال الميك اب. ميك اب براش صراحه ثمنهم رخيص، يمكن يكونوا دايرين تقريبا شي 70 درهم او 75 درهم مغربيه، ولكن راه الكواليتي ديال كيف ما قلت لكم، يعني صراحه الكواليتي ديالهم بحال لي مارك الكبار، يعني اللي كيكون الثمن ديالهم غالي جدا. وهذا الثمن ديالهم تقريبا ما كيفوتش شي 80 درهم او 75 درهم، وفيهم كل شيء، يعني اي حاجه احتاجيتيها كتلقايها فيهم. صراحه نقدر نقول لكم احسن حاجه خديتها من شي ان. اشنو؟ ايوا خديت ثاني هاد لي فوسيل زوينين، اللي عجبني فيهم انهم فيهم كاع لي طاي تقريبا من اش من الرقم 9 حتى للرقم 16 تقريبا. شكون غدير الرقم 16؟ ولكن زوينين صراحه، فيهم كاع لي طاي. هذا هما حتى هما الثمن ديالهم رخيص، كاين شي 25 درهم. بالنسبه للبنات اللي كيركبوا الشفار تيديروهم، من الاحسن انك تاخدي هذا الباك يبقى عندك في حاله ما مشيتي الصالون بغيتي تركبي ولا شي حاجه، كتلقايهم هادو معاك ديما. كتعزلي زعما السايز على خاطر خاطرك. وهادو حتى هما دي فوسيل ولكن ديال الشفران التحتانيين. طبيعه الحال هادو تديرهم غير في المناسبات، يعني ماشي ديال يعني ديال كل نهار، يعني كتستخدميهم لان شويه يعني تكونوا شويه معيقين، يعني في المناسبات زوينين. هادو هما يمكن دايرين شي 10 درهم دو الثمن ديالهم. اشنو خديت؟ ايوا اهم حاجه اللي هو كورسي مشد. شوفوا تبارك الله كيفاش داير. هذا هو
هادو فاش زوين انه واخا تكوني غليظه تكوني رقيقه ضروري انك تلبسيه تحت شي كسوه كيقاد لا فورم. شوفوا ها حسيت فيه، شوف هادي هنايا باش كتقاد لك لا طايف. انا صراحه عجبني، التوب ديالو زوين الاستيك، كواليتي ديالو زوينه بزاف. يعني الصراحه نقدر نقول لكم تقريبا نفس لي كورسي اللي كيتباعوا في لي باغا، دايرين 600 درهم و 800 درهم. هذا تقريبا هو فيه شحال من سميتو، شحال من سنة انا كيفاش تبدلي لاطاي ديالك الا بغيتي تزيري عليك ولا شحال داير الثمن ديالو؟ تقريبا شي ما وصلش 100 درهم مغربيه، ولكن زوين. هو الثمن هنا ما مزير، شوف باش تقولي زعما يزيرك ولا ما مزيرش. هذا ضروري يكون عندك في ماريو ديالك مع اي حاجه تيليق تيجمع. ما عرفتش علاش درته هنايا، هادي نقدر نعتبرها مع نيو بيبي. صراحه شفت بزاف ديال الاجنبيات كيستخدموها، قلت علاش ما نجربهاش، خصوصا كتصلح المساج ديال الوجه. شفتهم بزاف تيحددوا بها الذقن، تحيدوا بها داك الغلوق. نشوف هادي ملي تديري الروتين ديالك اليومي تقدري كديري بها مساج تحت العين، هادي تحت العين تابليكي بها سيرومات. يعني هادي انا ما ماشي بزاف معاها، اللي كيسميوها غواشا، ولكن انا اهم قطعه عندي هي هادي. هادي البنات اهم حاجه، شفتوا هادي هي اللي تتنحت الوجه، يعني تستخدموها هكا باش كتنحتوا الذقن بهذه الطريقه. ومن بعد ثاني هادي ديال الحناك، المهم هادي اهم حاجه. كديري سيروم ولا اي زيت، مثلا زيت زيتون، زيت بذور العنب، صافي وكتديري بها مساج لوجهك وعنقك تقريبا يوميا. انا باغا نجرب اللي هو التشالنج ديال 30 يوم ديال غواشا، وان شاء الله الا بغيتوني نحط لكم يعني التجربه ديالي من بعد 30 يوم. كتبوا لي تعليقات لتحت منساونيش. المهم عجبني اللون ديالها كيوت، لكن الفائده ديالها ان شاء الله تنكمل تشالنج انا معكم نخبي عليكم حتى حاجه. نشوف الا بقى شي حاجه. اوكي هذا نسيت اصلا اشنو خديت، نسيته. اش هذا؟ هذا اي شادو. شوفوا بنات كيوت. انا ما عرفتش الايامات مالي وما الجليتر. شوف الالوان ديالو كيفاش، نجرب هذا اول حاجه. شوف اللمعه كيفاش غزاله، شوف اللمعه. نجرب هذا، زوين صراحه غزال. شوف اللمعه ديالو باينه تبارك الله، يقدر ما تبانش لكم مزيان مع الاضاءه ولكن راه زوين. هذا هو، شوف تبارك الله اللمعه ديالو كيفاش دايره غزال. المهم هذا تا هو رخيص، ماشي من شي كلام ولكن من شي ان. والى هنا اصدقائي وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى انه المنتجات اللي خديت عجباتكم، واذا في بالكم اي منتجات بغيتوني نجربها ما عليكم الا تخليوها لي في الكومنتير. وكالعاده ما تنسونيش من اللايكات ديالكم زوينه، ونتلاقاو في فيديو اخر. كنبغيكم.